هذه الخزانة هي خزانة أجهزة الصوت. أوكي. فهنا الأذان. بهذه الطريقة ترتفع المنارة. هذه أجهزة الصوت الخارجية. نعم. في ميكروفون فوق. نعم. أربع ميكروفونات وإضاءة كذلك. عشان الليل. إيه نعم. كذلك السيارة تحتوي على فرش يتسع لأكثر من 1000 مصلي. 1000 مصلي؟ اي نعم. الفرش هذا اختير بعناية، سهل الحمل والطي ولا ياخذ حيز كبير. أوكي. كما تشاهدون الآن في هذه الخزانة، هذه بس تكفي 1000 مصلي؟ اي او اكثر كذلك. بس هنا الحتة دي الموقع هذا يستفيد منه شهريا اكثر من 15000 مستفيد بالموقع هذا. فنشوف عملية الفرش برضو للصلاة وكيف تأخذ مساحة كبيرة، 1000 مصلي فقط من السيارة هنا. كذلك يحتوى المصلى على دورتين مياه، دورة للنساء وأخرى للرجال. كويس. وكله طبعا أحجام علشان استثمار المساحات. فهنا الوضوء. إيه هذا الشكل ما شاء الله. فهنا عندنا 1 2 3 4. كذلك هذه جهة أخرى للمواضي كمان هنا. إيه نعم. أنتم مستغلين كل نعم. ذرة في إيه نعم. ما شاء الله في ذكاء. فعندنا 4 5 6 7 8 9. وكذلك يوجد بها مواضع كمان سهلة، يعني أي أحد ممكن يشغلها. واللي عجبني في التصميم إنه كله سهل ومستغلين كل مساحة في المكان وسهلة العمل، يعني ما هي صعبة. وهذه هذا كايزن. نعم. استثمار المساحات. نعم. والآن كذلك تبنتها دول الخليج كالكويت وقطر والبحرين، وكذلك وصلت إفريقيا في رواندا موجودة السيارات. نعم. نفس السيارات من عندكم يعني. نعم. أي نعم. أبغى أفتح أنا. تفضل. هذه شاشة تلفزيونية. أها يا سلام. أوكي تمام. إيش الدور حق الشاشة هذه؟ هي عبارة عن شاشة يعرض فيها البرنامج الدعوي. كذلك استفدنا منها في الحج، تعرض فيها الحج بعدة لغات للحجاج. شكرا جزيلا. تفكير خارج الصندوق يعني حقيقة، يعني والخروج عن التقليدية واستثمار ما رزقنا الله إياه من تكنولوجيا ومن علم في موضوع الترويج لشعيرة الصلاة في الجماعة وفي الأماكن اللي غايب فيها المسجد. فشكرا جزيلا وهو إحسان.